بعد اثنين للمرحلة الأولى اللي تخص الغازات المثالية أو أنا نسميها بالأدير غاز أو بيرفكت غاز. الغازات المثالية القانون الوحيد اللي راح نشتغل عليه هو قانون الغازات العام اللي هو بي بي يساوي ان ار تي، والبي هو الضغط، في هو الفوليوم للغاز، وان يساوي نمبر اوف مولز اللي هو الماس على المولكيولر ويت، وار هو الغاز كونستانت بيساوي 8314 بوحدات اتوم لتر على مول كلفن. واذا قلنا غاز ات اس تي بي يعني ات ستاندرد تمبرشر اند بريشر، اذا قلنا غاز في الاس تي بي يعني ستاندرد تمبرشر اند بريشر، والستاندرد بريشر هو 1 اتموسفير والستاندرد تمبرشر هو 273. طبعا ملاحظه مهمه جدا انه الغاز هو ياخذ حجم الغاز ياخذ نفس حجم الاناء. يعني اذا قلنا كونتينر سلندر اي شيء حجمه هالقد بيه غاز، اذا هو هذا حجم الغاز. هذا القانون ممكن ان نستخدمه لاي شيء يخص الغاز. طبعا الشغلة الأخرى اللي عندنا، مثل ما نعرف الغازات كثافتها تتغير مع درجة الحرارة يعني والضغط يعني مو ثابتة، فاحنا عندنا معادلة رياضية نقدر من خلالها نحسب كثافة الغاز عند أي درجة حرارة وضغط من خلال قانون الغازات العام بي بي تساوي ان ار تي. نعرف احنا ال ان تساوي ان ام على المولكيولر وين، فاذا مكان ال ان في معادلة رقم 1 وهذه معادلة رقم 2، فنعوض معادلة رقم 2 في معادلة رقم 1 يطلع لنا ينتج لنا معادلة رقم 3، اي انه احنا فقط غيرنا هذه هنا. هسه معادلة رقم 3 نقسمها على V، نقسم الطرفين، هذا ال V يجي هنا فصير V تساوي M على V، المولكيولر ويت نفسه ال RT، ال M على V بالحقيقة هي رو، فبالتالي نقدر نقول P تساوي لنا رو على المولكيولر ويت في RT. نضرب الان البي في المولكيولر ويت ونقسم على الار تي تطلع لنا الكثافه. اذا من هذه المعادله نقدر ان نحسب الكثافه لاي غاز عند اي درجه حراره وضغط معين. طبعا هاي المعادله ممكن ان نطبقها على مزيج من الغازات، مزيج من الغازات عندما يكون لدينا اكثر من غاز في الكونتينر، واحنا لحد الان جاي نحكي عليه ايضا بالغاز المثالي. يعني لنفترض لدينا الآن كونتينر، هذا الكونتينر بي بي غاز الأول غاز ثاني وغاز ثالث. خلينا نفترض أنه لدينا نيتروجين ولدينا هيدروجين ولدينا CO2، هذا الغاز الاول، هذا الغاز الثاني، هذا الغاز الثالث. الان لو اجينا حتى نحسب الحجم الكلي التوتال فوليوم ال V توتال راح يساوي لنا V اوف 1 زائد V 2 زائد V 3، يعني الحجم الكلي راح يساوي لنا حجم النيتروجين وحجم زائد حجم الهيدروجين زائد حجم ال CO2. طبعا الحجم الكلي هو راح يكون حجم الاسطوانه الكليه. هذه وين؟ هذه at constant volume، at طيب الآن راح نثبت عفوا at constant pressure، الآن راح نثبت الفوليوم ونشوف ال total pressure شو يساوي at constant volume. شعدنا عندنا P total ساوينا P1 زائد P2 زائد P3. طبعا نفس العملية هنا، إذا مثلا خلينا غاز واحد خلينا غاز ثاني وخلينا غاز ثالث بحجم ثابت، فأكيد الضغط راح طبعا P1 و P2 و P3 هي P بهذا. فلهذا القانون
شيء طبيعي انه الان توتال يساوي لنا ان 1 زائد ان 2 زائد ان 3. درجة الحرارة ماكو شيء اسمه جمع درجة حرارة، والثابت العام للغازات سواء كان لغاز واحد او لعدة غازات هو نفسه، لذلك ممكن ان نكتب الان المعادلة او قانون الغازات ان ار تي هذا فور وان غاز فور سنجل غاز او خلينا نقول وان غاز، وممكن نقول بي توتال بي توتال يساوي لنا ان توتال ار تي هذا الغاز مكسر. طيب الان حتى نطلع كمية كل غاز او حتى نطلع المول فراكشن مع كل غاز شو نسوي؟ هسه الان لو خلينا نقسم عندنا هذه معادلة رقم واحد، عفوا معادلة رقم اربعة، وهاي معادلة رقم خمسة، فنقسم معادلة رقم اربعة على معادلة خمسة شو يصير؟ يصير بي بي على بي توتال بي توتال يساوي لنا ان على ان طبعا 1 لانه فور غاز نمبر 1 على ان توتال هنا ار تي وهنا ار تي هذه قلنا راح تروح، فراح يصير عندنا كالاتي انه البي 1 بي 1 او بي اي راح ناخذها على بي توتال على بي توتال. ليش اخذنا اي؟ لان اي هنا لاي غاز، هنا اي تساوي لنا 1 اي يساوي لنا غاز رقم 2 اي يساوي لنا 3، يعني اي غاز اذا كان عندنا ان فاي يساوي لنا ان، راح يساوي لنا ان اي على ان توتال. طيب الان احنا الان اي على ان توتال شو يساوي لنا؟ اخذناها في الفصل الاول، فعندنا الان اي على ان توتال يساوي لنا واي اي اللي هي المول فراكشن. فهسه نجي هنا نقول الواي اي يساوي لنا بي اي بي اي على بي توتال في توتال. هسه نجي نرجع لنفس الطريقه، نقول عندنا ات كونستانت فوليوم، at constant volume عندنا V1 يساوي V2 يساوي V3 يساوي V total، يعني نفس الغاز من الحيز إذا حطينا بي غاز واحد راح ياخذ حجمه، إذا حطينا 10 غازات راح ياخذ الحجم مالته. فنرجع المعادلة رقم 6 معادلة رقم 7، الآن نعوض هذه إنه VI الآي هنا 1 2 3 4 ساينا في توتال، نعوضها هنا في معادلة رقم 7، فايش يصير؟ واي اي يساوي لنا بي اي في في اي نعوض مكانه شنو؟ في توتال على بي توتال في توتال، هاي راحت ويا هاي، فاذا الواي اي تساوي لنا بي اي على بي توتال، اي انه المول فراكشن او الكسر المولي يساوي لنا الضغط الجزئي على الضغط الكلي، هذا نسميه partial pressure وهذا نسميه total pressure. طيب الآن عرفنا ال yi في حالة ثبوت الحجم وشلون هسه راح نستخدمها حتى نحسب من حتى المرة الجزئي. الآن نفترض لدينا ثلاث مركبات هي الهيدروجين ونسبته 30% مول بيرسنت، نيتروجين 20 مول بيرسنت، وسي او 2 50 مول بيرسنت. الضغط الكلي اللي موجود عندنا هو P تساوي لنا 2 اتوم فير، موجودين في ضغط كلي، ونريد الآن نحسب البارشيال بريشر
لكل واحد من عندهم. البارشال بريشر نقول هذا نسميه 1 هذا نسميه 2 وهذا نسميه 3. الان البارشال بريشر للمركب رقم 1 P1 يساوي لنا هذه قلنا قد ما نعطيها بالسؤال نعطيها على شكل بيرسن، بس قد ما نستخدمها نستخدمها على شكل فراكشن. فال PI يساوي لنا او ال YI يساوي لنا PI على P total، هاي تؤدي الى ال Y1 يساوي لنا P1 على P total، ال Y2 يساوي لنا P2 على P total، وال Y3 يساوي لنا P3 على P total. من خلال هاي المعادلات هاي راح تؤدينا الى نجي الان لو نضرب ال P1 يساوي لنا Y1 في P total، وال P2 يساوي لنا Y2 في P total، وال P3 يساوي لنا Y3 في ال P total. طبعا هنا انه ال P1 وال P2 هي ال partial pressures. نجي الان نطبق معادلاتنا هنا بطريقة الارقام. هنا راح تساوي لنا هذه 0.3 في 2 وهذه تساوي لنا 0.2 في 2 وهذه تساوي لنا 0.5 في 2 يساوي لنا 1 اتوم، وهاي يساوي لنا 0.4 اتوم، وهاي يساوي لنا 0.6 اتوم. هسه الان لو تيجي تجمعهم حتى تطلع البي توتال، قلنا ال P total يساوي لنا P1 زائد P2 زائد P3 راح يساوي لنا 1.6 زائد 0.4 زائد 1 ويساوي لنا 2 اتوم. ايش فعل؟ إذن لمزيج من الغازات أو لغاز واحد ممكن نستخدم هذه العلاقة. أيضا عندنا بنفس الطريقة ممكن أن نثبت أنه ال YI يساوي لنا VI على V total، يعني Y1 يساوي لنا V1 على V total، Y2 يساوي لنا V2 على V total، وهكذا بالنسبة للباقي. خلي في بالنا أنه عندما يكون لدينا غازات في معادلة الغازات نستخدم عدد المولات ونستخدم المول فراكشن، والأمثلة اللي موجودة عندكم هي أمثلة بسيطة وواضحة جدا. الآن نرجع إلى المعادلة اللي حسبنا بيها الرو. قلنا احنا الرو تساوي لنا بي في المولكيولار ويت على الار تي. الان لو كان لدينا مزيج من الغازات ممكن نحسب الافرج مولكيول الافرج رو مالته دنسيتي، نعم فقط نحط هنا الافرج مولكيولار ويت فنقول رو فور ميكسر تساوي لنا بي توتال في الافرج مولكيولار ويت على الار تي. والافرج مولكيولار ويت احنا نعرفه يساوي لنا واي 1 مولكيولار ويت 1 زائد واي 2 مولكيولار ويت 2 زائد واي ان مولكيولار ويت 1. ننتبه هنا انه هذه دائما هي مول فراكشن، ما ناخذها ماس فراكشن. هذه كل ما يخص تقريبا الغازات بالإضافة إلى محاضرة الفيديو السابقة اللي نزلنا لكم إياها على القناة. ننتهي إلى هذا الحد ونركز على الأمثلة الموجودة فيما يخص الغازات المثالية فقط، والمحاضرة الجاية إن شاء الله ننتقل بها إلى موضوع آخر.